بسم الله الرحمن الرحيم. Today we made a trip to the maternity hospital in Wad Madani to witness the start of the intensive care unit phase 1. The project has been done in collaboration with the Sadaqat charity organization. Phase 1, which we are witnessing today, includes 4 beds with their equipments from vital signs monitors, defibrillators, and suction machines. Phase 2 will be extension and addition of 2 additional beds, and the final phase 3 will be addition of 2 full ICU beds. During today's visit also, we have witnessed the BLS course that has been administered by Soba University Hospital for all the HDU nurses. دكتور إيهاب طراوة، Director of Medical Affairs, Sadaqat Charity Organization. This project, it's not just about delivering equipment. It is an integrated project. It has the equipment plus the capacity building for the human resource. The main goal is to help our mom, our sister and daughter to survive this physiological process. Really, this we would like to see the second phase and the third phase, and would like this project to expand to many of the rural hospitals in Jazeera and to be integrated in the health delivery system. I would like to thank the donors from Sudanese American Medical Association and from Sadaqat community, and do really appreciate the support from Wad Madani faculty at the maternity hospital and at the University of Jazeera. They are wonderful people and they gave us all the reassurance this is to be a successful project. دكتور محمد إدريس، نائب المدير العام في مستشفى النساء والتوليد مدني. مستشفى النساء والتوليد مدني هو مستشفى كومبايند للجراحات النسائية وحالات الولادة، ويعتبر المستشفى رقم 2 في السودان من حيث الكثافة العددية للمرضى والمترددين على المستشفى. ولاية الجزيرة تعتبر من الولايات الكبيرة في وسط السودان، ذات تعداد سكاني تجاوز 7 مليون نسمة، ويعتبر مستشفى الولادة هو المستشفى المرجعي في المنطقة. هذا الوضع ونسبة لما شوهد وتلاحظ من زيادة في معدل وفيات الأمهات، كانت الضرورة القصوى لإنشاء قسم للحالات الحرجة والعناية المكثفة حتى يتسنى لنا تقديم خدمة متميزة، طبية متميزة بالنسبة للأمهات. فكانت المشاركة واللفت البرعة من أخواننا في الجمعية الطبية السودانية الأمريكية وصدقات بتبني هذا المشروع، وبالتعاون مع جامعة الجزيرة متمثلة في المركز الجامعة للأمومة والطفولة الآمنة. فكانت بعد كل هذه الاجتماعات التنسيقية تم اليوم بإذن الله بداية العمل الفعلي فيما يخص عملية تركيب المعدات الطبية بقسم العناية المركزة، وكذلك تم إنشاء أول دورة تدريبية متخصصة في التنعاش القلبي الرئوي الأساسي. فالشكر كل الشكر للأخوان في منظمة الطبية السودانية الأمريكية، والأخوان في صدقات لدورهم الفعال
وسينعكس هذا العمل بإذن الله على جميع مرضى الولاية، وإن شاء الله بإذن الله سينعكس أيضا بصورة فعالة على خفض معدل وفيات الأمهات بإذن الله. شيرين حسن من ستاف الـ HDU. حقيقة في الأول بشكر جمعية الأطباء السودانيين بأمريكا على مجهوداتهم اللي قدموها لنا لتطوير العناية الوسيطة بالمستشفى. والليلة وصلت، كان الليلة تم تركيب الأجهزة بالقسم، وقد تم تنفيذ كورس الـ Basic Life Support، واستفدنا في الحقيقة استفادة ممتاز جدا. وكان في بعض الاخطاء كنا بنعمل في الـ في الـ في الـ في الريستيشن او في الانعاش، وتم تصحيحها. نتمنى كورسات اخرى تتقدم ان شاء الله. شكرا ثاني للجمعيه. الرحمن الرحيم، الاسم منال محمد مكائيل من اسطاف الـ HDU، واخذنا الليله كورس بتاع البيزك لايف سبورت، وكان كورس كويس جدا واستفدنا، وبنتمنى انه يجونا للادفانس لايف سبورت و تو امبروف الكير اباوت ذا بيشنت، وبنتمنى انه يجونا لاذر كورسز يعني. وكانوا الانستراكتور جود انستراكتور، وعرفنا حاجات عن السي بي ار ما كنا عارفينها، وعن على هاو تو ديل وذ بيشنت كاردييك اريست، واستفدنا بجد يعني. وشكرا لكم كثير. الزيارة دي بتعني كثير جدا لزملائنا في الجمعية، اللي هم طبعا معظمهم أطباء ومعظمهم برا السودان حاليا، وقلبهم دائما وفكرهم على السودان. فالناس دايرة تساهم لأنها ما موجودة بعظمة، عاوزة تساهم في حاجة تكون فيها فايدة. ونحن في الجمعية بندرس يعني الحقيقة مقترحات كثيرة إنه نقدر نساهم فيها، يا إما مادياً أو بصورة أكاديمية أو بتدريب. ووقع اختيارنا على مستشفى النساء والولادة في مدني بعد دراسة طويلة، أولاً لأنه المشروع بيمس الأمهات اللي هم يعني أخواتنا وبناتنا في سن الشباب اللي بيعانوا من مشاكل أثناء الولادة اللي هي عملية طبيعية. الحاجة الثانية شجعتنا بجد وما قدام زملائنا هنا هي الإرادة القوية جدا بتاعت إدارة المستشفى وتعاونه معانا.